كالعادة محضر لكم ضيوف مميزين جدا. المزيكا وحب الغنى والإحساس العالي هو الرابط بينهم. هنتعرف أكثر على جوانب ممكن تكون خفية بالنسبة لناس كثير بتحبهم. هنتعرف على طموحهم واللي حققوه واللي متمنين إنهم يحققوه في الفترة الجاية في ملعقة سكر. هاني عبدين المعروف بالعراب، والصديق الجميل اللي برضه مميز ومختلف اللي هو أبو هريرة المعروف بأبو هريرة ساكس. هاني عبدين المشهور بالعراب والجميل الراقي طبعاً احتزع صح؟ أبو هريرة معروف بساكس. أبو هريرة حسن في البداية يعني خلونا نخش كده في الموضوع. هيرو ساكس طبعاً. هيرو باند كمان هي الفرقة بتاعتك اللي انت كونتها. وده كان تحدي كبير جداً خاصة إنه الناس كلها بتلتفت للغنى أكثر من الموسيقى والتطوير في الموسيقى. تتفق معانا في الفكرة دي ولا لا؟ والله يا أخي في السودان هنا صراحة عدت هنا سلين أربعة ولا خمسة شهور مع أسسنا الفرقة. ما شاء الله قريبة من سن أولادك التيمان صح؟ هاي قريبة خالص ما شاء الله. بعد بس السودان هو أول سودانيين عموما محتمدين على إنه اسمه الموسيقى من أو من المغني مثلا ما محتمدين على الثقافة بتاعت الموسيقى العالية البحتة صح. فإحنا قلنا نتحدى نفسنا في الأول نقدر يعني الفكرة دي توصلهم شوي شوية يعني ما في الأول كده هنا بنمشي شوي شوي لغاية ما الفكرة تصل. في الأول بنلقى صعوبات لأنه ممكن في ناس يقول لك يا أخي بيحملوا في شنو حصلت الحاجة دي يعني أنا متذكر في مرة كنا قاعدين نعمل في تيك ساون دي مع فرقة حروبان حفلة مع فنان عادي بنعمل في تيك ساون قبل الحفلة ما تبدأ في واحد من الناس المناسبة يعني أنا قال لي أنتوا بتعملوا شنو بطلوا العوارض بتعملوا فيها الفنان المفروض يجيب يعني دارينها جيد يا إخوان. هاي الفكرة بتاع إنه السودانيين هم أصلا مستمدين على الصوت المغني وعلى الفرح وعلى الهجيج اكثر من حتى الاغاني المسموعه. يمكن يا هاني انت برضه بتغني غنى مسموع كثير، لقيت برضه التحدي ده خاصه انه هسي طلعوا في الكفر كده شباب بيغنوا حاجات مثيره للجدل حتى في المفردات بتاعتهم في اسلوب مختلف ما معتاد عليه ما معتاد عليه الاذن السودانيه، وبرغم ده لقوا انتشار كبير. صح ايوه هو طبعا يعني في الحفلات حفلات الأعرازي مطلوب الإيقاع السريع يعني لكن أنت يعني لو ركزت في الموضوع بتحس بأنه الناس اللي قاعدين يرقصوا ديل ما مركزين مع الكلام بالمناسبة كنا مركزين مع المزيكا أكثر حاجة يعني بس نحن مثلا أول فنانين مثلا بعمل فيه يعني حتى أنت لو ما داير يعني أنت لو داير تشتغل عدادات كثيرة وكذا وقمت تجيب لك غنية كذا مثيرة للجدل فيها كلام كذا ما أعرف شنو كلام مستفز وكلام غريب أيوه يعني بيقوم بيطلبوها منك في الحفلة يعني والأسوأ من كذا إنه بيطلبوها منك تشوف على الصغار يعني فدي دي دي, دي أخطر حاجة ممكن شوف بعدين وصلوا مرحلة بتكون أيوه بالضبط كده. فنحن مرة قاعدين نتحايل على الحاجة دي مثلا ممكن تكون أغنية بتاعت حقيبة مثلا لكن ايقاع طمطم او كده ايوه تشتغلوا بقى على الايقاع تشتهدوا عليه على الايقاع وقوم يعني نجدد المزيكا بتاعتها كده نعمل لها طيب ده ممكن يكون سبب انه هاني مقل في الحفلات الجماهيريه قاعدين نشوفك كتير يعني والله يا اخي القصه بتاعت الحفلات الجماهيريه دي انا بديت اول حاجه بديت بمشروع يعني بعتقد انه هو نجح لكن بعد ذاك على الظروف اللي حصلت في البلد انا بحس بنفسي انه ما محظوظ يعني. فدي الحاجه هي اللي قصه محتاجه ترتيب بس ترتب حالك لانك تطرح نفسك انت كفنان جماهيري لانه قصه الاعراس دي ما بتودي لك ما, يعني. ما ما جايبه حقها بالنسبه لك ما بتودي لك لكن قروشها حلوه يا اخي. لكن ما هي في النهايه القصه ما قروش يعني. يستفيد من القصه دي عشان هو يقدر يستفيد منها يضحي نفسه يعني تمول نفسك كده وتنتج من قروش الحفلات وكده تنتج اغنيات كليبات كده حاجات أيوه. زي قصه زولغ بش شنو؟ زولغ بش وطبعا دي اول حفله كان في المسرح القومي التسميه والغنيه اول حاجه نطرحهم على
اخونا الكبير محمود عبد العزيز. الاغنيه هي كان مفروض تغنيها ف لسبب وفاته وكده، فبعد ذاك انا لقيت الشاعر والملحن، شاعر كاتبه جهاد عوض الله نحييه من هنا، والملحن الكبير ناصر عبد العزيز برضه نحييه، الله يديهم العافيه. فلقيتهم فطرحوا لي الفكره، يعني انه يا اخي اول شيء دايرين صوت اقرب لفكره ناصر، انه اقول حيغناه محمود وكده، فدايرين صوت اقرب يعني نكون مثلا في الباص ايوه كده. فطرح عليه الفكره انه يا الحاصل انه الاغنيه دي كده 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 كان المفروض اغنيها الحاج شنو 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 وما حصل. فانا حسيت بانه لو عملتها يعني زي لمسه وفاء لي، وانه الاغنيه تتغنى يعني، حتى انا في المسرح احنا ما غنيناها بفرقه وكده وبتاع، شغلنا الاغنيه في فاصل على اساس انه وضحنا انه الظروف اللي حصلت فيها وكده وكده. فهي أغنية عبارة عن قصة، أو يعني ما أغنية لكن قصة بتحكي مشاكل المجتمع السوداني كده، يعني زول مثلا زول فقران زول بسيط كده، فبيمر بيوم تقريبا أو يومين كده، فالشاعر بيقوم بلقط لك في اليومين دي الحاصل شنو في المجتمع السوداني، يديك مشاهد من بيوت الافراح لبيوت الاتراح للبس البنات في الشارع الاولاد كده يعني. ايوه يوثق لك الحاجه الموجوده حاليا. ايوه حاليا موجوده. ايوه بعد الفاصل الايقاع حيختلف تماما، الونسه واللطافه والظرافه دي انا حاساها كده حتتغير، انا ما اعرف حاسه في شرار كده بتاع فتن حيصيب ان شاء الله. بعد الفاصل على سريع، ايقاع سريع جدا، الاسئله حتكون مختلفه وان شاء الله القى الاجابه عندكم ما القاها عندي. بعد الفاصل على سريع. طيب ان شاء الله. بدايه حنبدا بالامثله او المثل السوداني اللي بيقول الشجره لما تميل، شجرة لما تميل، أنا ما سمعت لك قبل كده لقيت جاسس والله يا هيرو، أنا حاسة إنك تنكسر ده في المنطق، لكن هنا في المثل بيقول شنو؟ شجرة لما تميل تنكسر. طيب بتمشي وين؟ بتقع بتتكل على أخوتها زيرو الاثنين. طيب ده ممكن يكون أسهل شوي، محبطة وش ذا البداية، أنا وجنبها ما شجرة، ما في جنبها شجرة، حتتكل وين؟ بعد ده خلاص ما مشكلة، تقع ما حلوة تقع. دوام الحال من المحال واحد، معلش هو قال في الأول صوته أعلى، هو ذاته قال فيه، علي صوت قال فيه في المحال. طيب التور إن وقع بتكتر سكاكين، السلام عليك خبير يا اخي، حبوه كبير شكله بالمناسبه. طيب دي الاسئله ثقافه عامه والله جايبها لكم سهله، يعني شفتوا انا زول لطيفه ومضيافه وكذا. يعني مهرجان سنوي للحصاد يقام بجبال النوبه والنيل الازرق، سهل شديد. مهرجان سنوي، مهرجان سنوي، مهرجان سنوي للحصاد بيقام بجبال النوبة والنيل الأزرق. والله أنا اسمه المهرجان دي يعني طشاش طشاش. هاي لا هاي طبعا أنا عارفة، أنت ما مرت عليك معلومات كثيرة من المهرجانات. ما مقدما أنا حديكم زيرو مني هدية، جدع النار. المهرجان اسمه جدع النار. عليك الله الله، لا والله حسيت برضه بالمناسبه، لا والله لازم نعيد الفقره نسالك ثاني. تقوم متخيل ما حق حصاد. طيب ده يا جماعه يعني اظن انكم حتعرفوا، شاعر سوداني تغنت له ام كلثوم. ما تغششوهم يا شباب. يا سلام اخيرا، يعني اخيرا في حاجة ظريفة يعني من الأسئلة العامة. سكتت زي تمام. زي ما أنتم شايفين النتيجة، تقدم منك في الأمثلة السودانية وإجابة واحدة في الأسئلة العامة. بالتوفيق، فاصل
وحنكمل، حنقوم للملعب، حنشوف بعدنا قدراتكم في اللعب، تنشين وحروف برضو بالإنجليزي وسلة، فحنشوفكم بعد شوية. نقوم؟ نعم. على يميني أبو هريرة المشهور بساكس، وأيضاً على شمالي طبعاً هاني عبدين المعروف بالعراب. هنشوف الليلة بعيداً عن المزيكا والغناء المواهب الثانية الخفية عندهم. كيف عليك الله بتقضي أيامك؟ باختصار كده بتلعب ولا بتعمل مزيكا بس؟ والله يا أبي بلعب يا أخي. تمام ظريف. أنتوا حتختاروا واحدة من ثلاثة ألعاب، كل واحد فيكم حيختار رقم، وبعدين أنا ححدد لكم حتلعبوا ياتوا واحدة في ديل. عندنا باسكت، عندنا سهام تنشين، وعندنا الحروف الإنجليزية اللي حتكون لنا كلمات أنا بديكم لها طبعاً، وحشوف التحدي منو فيه الأقوى. بالنسبة لك يا أبو هريرة حتختار ياتوا رقم؟ كم الأرقام؟ ثلاثة هم، واحد اثنين ثلاثة. اثنين. طبعاً. اثنين. أنا أختار أربعة. ما في أربعة. ما في أربعة يا هاني. والله واحد. واحد تمام. طيب بالنسبة لاثنين حنلعب باسكت. انتوا الاثنين حتلعبوا باسكت، انا ما حلعب، حتفرج عليكم. كل واحد فيكم عنده جيمين. لا حتلعبوا انتوا الاثنين اللعبة. وهو ذاته حيلعب معاك بالمناسبة. تمام؟ اوكي الكورة تفضل. حتجيف في رقم خمسة هنا. اوكي. عندك رميتين. تمام. ركز. لا ما للدرجة دي، المنافسة غير شريفة. دي ما محسوبة. أنا أي أي أنا متصارحة. لا ما لكن ما للدرجة، ما تعمل واضحة كذا يعني. غني لي وأعمل لي حركة. نحضر الجاي دي. إحنا ضد العنف. دي عين بعد يا أبو هريرة. في الخمسة. أوكي. أيوة. أنا ما حسق مبسوط الله يا هاني. ما أقنعتني. لا حاول. طيب. نشوف نحدد بعدين. أوكي. رقم خمسة. هنا. لا 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 ما داري نغش. خمسة. لا مبدع زيرو طبعا يا جماعه، يعني نصفق بس تشجيع. لا ما هي دي الهدف هنا، انه يعني نشوف انتوا يا الدرجه يعني انت حتقدر ترمي. خلاص ما حتعاطف معك. لا صدقتني انت بشيء يعني. يلا تمام تعادل كده. حنلعب اللعبة الثانية، حتكون السهام. اوكي من الطويل فيكم عشان يطلع الاسم تفضل. اوكي حتختار ياتو لون فيهم. الاخضر ده حيكون. اوكي تمام. طيب الاخضر معلش يا هاني. هاني حاقد عليك شديد بالمناسبة. يلا حيبدا هاني لانه هو اللي اختار الرقم. من اي حته؟ لا عندك ستيب، الخط هنا محدد هنا بس. ايوه الله قول بسم الله. طب انا بقول انت رمضان يا جماعه بتجيب. انت بعيد شديد يا زلمه. بعدين انت خفيف يا اخوانا. بعيد انت بعيد. استسلم سهل. اها من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. نشوف دي بجد منافسة غير شريفة نهائي. لا معلش يا هاني معلش، المرة الجاية بعوضك انا. طيب شيل السهم اول حاجه عشان ما يعمل لك تنشن. شفت انا متعاونه معك كيف؟ سامحني يا هاني. كل ذكر من تحت الهواء انا في وسط ماي. واو الفكره نياش صراحه نياش.
طبعا النتيجة كذا تحسمت، تحسمت بانه يعني هاني انا اسفة ممكن تكون عندك فرصة ثانية حتكون افضل في السبورة. السبورة معتمدة اكثر على الصراحة. فهناخد فاصل وحنرجع ثاني نكمل معاكم ملعقة سكر. هيرو هاني، الفقرة دي جد الجد عايزة منكم انكم تكونوا صريحين جدا، والحيقيم طبعا الجمهور عبر السوشيال ميديا. السؤال الأول، رأيك في الحكومة الحالية هل كانت على قدر التوقعات من وجهة نظرك الشخصية هاني؟ والله يا أخي ده سؤاليك يا أخي. طلع طلع فصل فصل. لكن والله يا روح أنا أقول لك حاجة، يعني أول حاجة الحكومة دي فترة الثلاثة سنة ولا بقت الأربعة سنة ما كافية إلا إنها تقدر تعمل يعني كل الحاجات اللي ممكن الناس تكون متوقعة أو مؤملة. أنا في رأيي إنه يعني الناس تصبر على الحكومة دي، وهي طبعاً زي ما قلت انتقالية يعني. فالحاجات اللي حتعملها في الثلاثة سنة دي يعني حتى ممكن ما تكون عملت كل الحاجات، لكن يعني لقدام بعد تحصل الانتخابات والموضوع كده يزبط وبتاع وكلنا حنكون شغالين، يعني كلنا احنا شغالين حلمانين بانه سوداننا ده يعني يبقى من الدول الاولى بتعددنا ثقافاتنا وسحناتنا وقبائلنا وكده يعني. فانا من رايي انه الناس يعني تصبر على الحاجه دي، لانه احنا اساسا يعني ورثنا خراب، يعني ما ورثنا حاجه. المشكله في رايك اداريه ولا ماليه؟ والله الاثنين. شايفك سرحت كده يا هيرو، سرحت مشات بعيد. انا عرفت طوال طوال يا زول فضفض. كويس. انا كنت متوقع انه المفروض اول حاجه الحكومه دي كان تشوف الحاجات الاساسيه كان للمواطن في الاول. زي شو؟ طيب مثلا الحكومه دي اول ما جات كان في مشكله بتاعت صفافات اللي هي القروش، في مشكلة تانية بتاعت غبس اللي هي ومشكلة بتاعت غاز. فكان مفروض الحكومة أول حاجة تشوف ليها الحاجات الأساسية، حتى مشكلة الكهرباء برضو. كنت متوقع إنه هي طوالي أول ما تمسك كده أول ما الحكومة دي تسلم المفروض تحل المشاكل الأساسية دي في الأول، بعد ذاك يرجعوا للمشاكل الأصلا هي ما أساسية أو مثلا ممكن تبقى ثانوية ممكن تتحل لك قدام يعني. دي حاجة أنا كنت شايفه، بالإضافة لأنه برضه ممكن كان يدعموا الحتة بتاعت الأدوية دي، لأنه في مشكلة كبيرة جدا إنه الناس ما قادرة ترجع أدوية، ما قادرة تتعالج المشكلة دي، إنه ما قادرة تخش مستشفيات. أيوه دي ما حسي قصة المستشفيات دي، لكن في الفترة اللي كانت استلمت فيها الحكومة يعني كان في مشكلة بتاعت أدوية عشان أنت تلقى دواء معين إلا يجي من برا مثلا، حتى بعد ذاك يعني الناس تقدر تشير الوصفه دي للمريض تقدر مثلا تعالج. جميل. يعني الناس كانت يعني متخيله انه الحكومه دي معها عصا موسى طوالي كده يعني. وقالوا في المقدمه يعني رئيس الوزراء حمدوك دي اول حاجه قالها يعني. بالضبط. قال انه احنا يعني ورانا من الاول. طيب في حاجه ثانيه معلش. اضافه برضو كان في حسي حاجه اسمها قومه للسودان. انا كنت شايف حاليا هي ما نجحت بالمستوى المفروض. احنا حنجي لها بالمناسبه في السؤال الثالث، الموضوع ده بشكل كده فيه تلميح للقصه. ايوه. السؤال الثاني، قرار تاخر صدوره من السيد وزير الثقافه والاعلام، بما انه انتم طبعا بيهمكم دي اكثر وزاره بتهمكم انتم كفنانين. طيب رد انا؟ تفضل. ما انا بديت لك اقول هاني حيحقد عليك. لا هاني. طيب قرار تاخر صدوره انا شايف في وزاره الاعلام المفروض كان الثقافه اوكي. اوكي بالنسبه لمجال الموسيقى انا بمسك مجال الموسيقى فيه، انه المفروض كان يبقى في مراقبه او يراجعوا الانطباقات بتاعت مزاوره المهنه الموسيقيه عندنا. فانا اشوف شايف انه ده المفروض كان اول قرار بتعتب انه في ناس طالعه في الساحه في ناس كتار عادي جدا وقاعده تسيل مجالكم يعني وفي ناس افضل منهم وما قاعدين ما لاقيين مساحه. هاني والله انا
برضو يعني انا شايف القرار ده هو يعني الاول حاجه اللي كنت راجعها منه هي او لسه راجعها منه يعني ما يخص وزاره الثقافه انه يعني الفنون دي تتكون لها نغابات يعني بطريقه جاده. في اول ما النظام سقط كده الناس عملت اتحركت في الموضوع ده، لكن بعد ذاك ثاني الموضوع زي مات كده بريد كده. ايوه فنتوقع يا الله ان شاء الله بعد ما نطلع من جائحه كورونا دي ان شاء الله لسه عندكم عمل. ايوه اكيد جميل، بالكم طويل. لو قدر لك مساعده الحكومه الحاليه فماذا ستقدم؟ ممكن هنا انت تتكلم عن تجربتك مع القوم السوداني. القوم السوداني انا كنت قبل قاصد بها انه المفروض كانت تكون في بدايه استلام الحكومه للمصر. في الوقت ذاك الناس كانت بحماس جديد انه دي حكومه جديده وراجعه منها كثير، فكان في الوقت ذاك لو بقت القومه للسودان كانت بتنجح اكثر، كان ممكن انتوا تحلوها حاجات كثيره. بالنسبه للمساعده حق تعمل الحكومه في الوقت ده فانا ممكن كم سريع قروش 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 سريع، ما داري الكلام، داري ما داري مشاعر وقصائد ومزيكا. ما بساعد ممكن اساعدهم في بساعد اللجنه بتاعت التمكين دي، بساعدهم في انه يفتحوا القصه بتاع عيف كيزان والناس اللي سرقوا القروش والحاجات دي. ممكن اساعد في انه يعني ليه كل خميس او كل بعد اثنين خميس ممكن تبقى ممكن الحته دي يعني ينجزوها سريع. اخيرا هاني، لانه الزمن خلاص خلص، وكان سؤال شنو؟ هتقدم شنو لو انطرح عليك انك تقدم مساعده للحكومه الانتقاليه؟ والله انا اقول لك حاجه، يعني انا بفتكر انه ما يعني انا القصه بتاعت لجان المقاومه دي يعني الحاجه دي حتفيد الحكومه بطريقه جميله شديد لو اتغننت ويعني رتبوا يعني او في تنسيق بين الحكومه وبين لجنه المقاومه، لانه ده الرابط بين المواطن البسيط والحكومه يعني. جميل. جميل. ده موضوع ثاني بالمناسبه. انا بشكركم لصراحتكم في المساحه دي، انا عارفه انكم محتاجين طبعا تفضفضوا وتتكلموا اكثر في الموضوع ده، وكل السودانيين نفسهم يعبروا اكثر، لكن نتمنى انه تكون يعني الفقره دي قدمت ولو جزء بسيط يعني لكم من مساحه. بعد شويه حنمشي لملعقتك كم. هاني ملعقتك كم؟ والله يا اخي على حسب الحاجه اللي بشرب فيها. القهوه كيف؟ القهوه دي معلقه واحده. والشاي؟ الشاي على حسب، شاي ساده معلقتين، شاي لبن ده بكون شبع طبعا ثلاثه. فطور عديل. وانت يا هيرو؟ انا اصلا ما اشرب قهوه، شاي بس. يا سلام، يعني محظوظ الليله. معلقه ونص كده. ايش معنى ملعقه ونص؟ ما كانت تعملها ملعقه واحده بتاعت سكر. لا ضعيفه شويه ما بتطعم. تحسوا انه انتم كفنانين بتحرقوا سكر شديد وطاقه وكده يعني في مجالكم؟ السؤال ده مشترك ولا شنو؟ انا ممكن واحد يقول والثاني يكب الشاي. انا اقول لك شيء، شفت الغنى ده صعب من اي حاجه. لانه اساسا هو مجهود جسدي يعني، فالقصه دي صعبه شديد. انك تكون بتغني ساعتين او ساعة ونص، فالحاجة صعبة شديد. يعني انتوا كل سنة عن سنة بتحسوا انكم لازم تلتفتوا لصحتكم اكثر ولا كيف؟ ولا عادي الموضوع ده ما شايل انه في حساباتكم؟ والله يا اخي هو مهم، المفروض الزول يراجع يعني راجع صحته كل بعد فترة، لانه المجهود السري قالوا هاني الزول بيبذله ساعتين في اليوم، ممكن يكون يومي مثلا مثلا 20 يوم. انت صاحبي قاعد تراجع بين الليل والله ظهرين ما تقدر. والله المفروض كده، انا قاعد اوزن. قاعد تمشي الدكتور؟ قاعد اوزن. قاعد امشي يعني قاعد تمشي الدكتور تشوف انت عامل ايه. بالمناسبه بوريك حاجه، هاني ذاته ما كان سمين يعني عشان بس ما يعمل لك فيها انه خلاص رهيب. الحظر. والله هو الحظر ممكن يكون زاد لكم كيلو كده. بمشي بوزن كل بعد فتره عندي رينج كده معين كنت باكل. بيأثر معاك وانت بتعزف الساكس موضوع زياده الوزن والنحافه والكلام ده؟ بحسكم كده شفتوا الموضوع ده بيأثر شديد على معدتكم. لا 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 محتاج كريش مش محتاج يملى كل شويه الكرشه دي كلام ثاني.
بس بالنهاية على حسب خبرتك، صغير كبير أيوة. ما فارق أيوة. هل كرشة كبيرة ولا صغيرة؟ أكتر أكلة كده أنتوا بتحبوها شنو؟ طبعا سؤال مشترك يعني كل واحد يجاوب بطريقة ما مش غير أكلي اللي قاعد أقدمه لكم يعني. أنا قاعد أحب العصيرة بالروبي. الله يا يعطيك العافية. بصلة كده مخطوطة. آه جو العيد. زوجتي ما شاء الله قدم لها تحية والله. قاعد سلم عليها شديد. آه قاعد تضبط لي روبي. سلم عليها شديد وقول لها ما تنسانا يعني. إحنا ذاتنا عصيرة. وأنت يا هاني؟ والله يا أخي برضه ملاح الروبي الغريبة. ورانيا بتظبطه ولا كيف؟ لا بتظبطه والله برضه نحييها من هنا يا سلام. لا أنا كده الحمد لله عندي يعني مرتين كده أنا حتغدى إن شاء الله. انتوا حددوا بس الجدول. أغلب الغدا ده دوري. معه حاجات تانية. لا معه حاجات تانية يعني ما مشكلة. الجمعة أي ما هو الجمعة دي ظريفة. أي ما أنا طبعا ما حجيكم من الصباح. طيب يا شباب الناس بتحبكم شديد. يا سلام بتظبط انت برضو يعني حاجات في المطبخ. لا طباخ ما تشوفيني كده. عليك الله. لا انا شايفه بالمناسبه يعني. والله العظيم شكله بيطبخ وبياكل وياكل. اي شيء يا دود بس الا اللوايق دي ما بعرف. الملح. ويك ويك ما عارف الحاجات الكبيره ده ملح كبير. صح؟ بالنسبه لكم انتوا جايين تقولوا صعب شديد طبعا معقد جدا. ام بوكبوك. كيف معك؟ تمام شباب والله يا أخي أنا استمتعت بكم شديد. أنا عارفاكم أنتوا دايرين بعد تاكلوا وتشربوا الشاي وتفاصيل ظريفة. كلمة أخيرة توجهوها للناس اللي بتحبكم شديد يعني. والله يا أخي كاميراتكم هنا ما مشكلة يعني رانيا والأستاذة ما مشكلة برضو لو دايرين توجهوها لهم أي كلمة يعني. والله يا أخي بداية يعني الواحد يعني قول شنو يهني ولا يعمل شنو أنا واحد نشكر أهلنا في الإمارات وفي أمريكا أي حاجة يا جماعة مساحتكم الأسرة الكبيرة والأسرة الصغيرة طبعا إن شاء الله سلام بخير كده وكل الشعب السوداني ربنا يخالجنا إن شاء الله من الكورونا دي عذبنا عذاب السنين إن شاء الله وتاني والله يا أخي يعني نتمنى إن السودان ده يتسمع يا رب لانه هو اصلا سمح بطبيعته اكثر من كده اي والله اي والله ان شاء الله هيرو متكلم كثير وصح؟ انا والله في الاول بتمنى انه الجائحه بتاعت كورونا دي تزيل وربنا يعيش في المرضى كلهم يا رب ان شاء الله وبقدم من هنا التحيه لزوجتي الصبوره جدا لانه صراحه عندها توعم اليوم 4 شهور يا سلام يا سلام الله يحفظهم يا اخي ان شاء الله ربنا يديه الصحه والعافيه وربنا يقدر اللهم امين يا رب بعد ذاك ان شاء الله ربنا يقدر الحكومه دي ذاتها تقدر تحل المشاكل الاساسيه دي ما بالذات مشاكل العيش دي قاعدين نجيب في الصفوف انا قاعد اجيب يا سلام يعني فنان كبير زي كده واقف في الصف يعني الله يهزلت يا والله صراحه ربعت ساعه ومرات ساعه وشويه عشان شيل لي ايش ب10 ولا ب20 احنا كلنا اثنين في البيت الله يقويكم بجد انا انبسطت شديد انه الليله نحن كنا قاعدين القعده دي وان شاء الله تتكرر إن شاء الله لما ثانيه ويكون السودان اجمل باذن الله ان شاء الله, إن شاء الله. بوجودكم وحضوركم الله يديكم العافيه ودي كانت مساحتنا في ملعقه سكر مع هاني وهيرو باي باي